نقاط، ثم سان جورج في المرتبة الثالثة بخمس نقاط، وفيتا كلوب اللي يفتك منه الآن المركز الثالث عنده ست نقاط، وسان جورج يصبح متتالي الترتيب العام. داوادي، غايلان، كوليبالي، مرة أخرى لشمس الدين، إلى غايلان المتحرك في كل مكان، غايلان يغير للروج، يعدي فخر الدين، يراوغ ضربة جزاء، ضربة جزاء، جابها الروج، جابها الروج من الأبعاد، هو فخر الدين جابها. والتلاشي قريب من التعديل، وين الورقة؟ صفرة ولا حمراء بألوان التلاشي؟ أوه عنده إنذار رقم 26 كوبا، يروح يروح بالورقة الثانية، التلاشي باش يغادر اللاعب هذا، كوبا يلزمه يغادر، هذا هو المدافع عنده إنذار ثاني، روح، باي باي مع السلامة، الوداع، المغادرة، التلاشي بأجمل سيناريو. ماكويكي كوبا يتسبب له فخر الدين بالانذار الثاني والورقه الحمراء، واذا اصفرت احمرت يا منجي، ويروح ماكويكي بعشره لاعبين في تكلوب امامه ضربه جزاء للترجي، ادخل سيناريو ولا يحلم به اكبر متفائل للمكشخه. يلا من سيكون في التنفيذ؟ سعد بقير والا خليل شمام والا طه ياسين؟ سنتابع اريك اوتوغو. طه ياسين، طه ياسين الخنيسي اللي ضيع ضربه الجزاء في بنكردان في نصف نهائي كاس تونس، وكان وراء خروج الترجي، هذه المره طه ياسين يمشي، طه يتقدم، طه ياسين جول، جابانو ياسين، جابانو ياسين في الزاوية 90، يعطي تعديل للترجي في الدقيقة 59، جول من أروع ما يكون، ياسين على يسار الحارس الكاميروني اللي قاعد يتحسر عليها، صاحب الثنائية تاه ياسين الخنيسي بالهدف الثاني، الترجي يعود، عودة الكبار عند الشدائد تونا في الرجال، 2-2 في مباراة الإثارة، مباراة الأهداف يتقاسمها الفريقان إلى حد الآن بالتساوي.